بجميع مقاماتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله والصلاة على الهاشمي المنتقى، أغدق جزيل الشكر على الأجيال الصانعة للأدب العربي الإفريقي في جمهورية مالي، جيل وضع اللبنة الأولى ومنهم محمد المرجل وديمبوبي، وجيل رفع القواعد كالشيخ الحسين يوسف تراوي رئيس نادي الأدب والثقافة وكبار المعاونين، وجيل كمل البناء حيث وضع السقف على البيت ومنهم أنا ولا فخر، ويأتي على رأس هذه اللائحة كبار شعرائنا الشاعر عبد الله الشاعر عبد المنعم حسن الشاعر باي دكري الشاعر عمر عبد الله مزاوي واللائحة الطويلة. القصيدة بعنوان هل هكذا الحب؟ لا شك هذا الفتى يهواك يا تكلة، كم ليلة بات فيها يشتكي الكمدى، هذا هيامك بالأشواق قيده، فك الأسير الذي لولاك ما ارتعدا، وصوتك الأسد في أعماقه قبس، ارضوك يا من هواها قدر الجسد، فجاذبيني قوس الحب مطرعة، وغنجي كي يفقد الكبدا، ها ذرقة العين ما زالت تعرقني، هوني له في ليالي العاشقين هدى، ماذا فعلت به لا شيء يشغله عن ذكر ذل جرى في إرقه وعدا، فتى مصاب بفيروس الهوى دنف، هوني دواء له لا داءه أبدا، متيم لم تزر سعدا صبابته، ردي إليه فعادا صبره نفدا، متيم لم تزق سعدا صبابته، ردي إليه فعادا صبره نفدا، فكيف يبقى شقيا نبضه قلق وأنت في الرغد لا تدرين غير الندى، يصطاده سهمك الوردي مزمن، إن أنت عادلة مدي إليه يدا، ما زال يذكر كيف العشق جرحه، النزف أضعفه أنى يرى الضمدا، يا من يلوم الفتى في سبه أبسا فلم يطع مغرم في أمره أحدا، قبل الملامة ذق ما ذاق من وله، هو الهوى جمره في قلبه اتقدا، هل هكذا الحب؟ هل هكذا الحب يا مجنون؟ يفضحنا مهما طواه جنان للإيان بدا، هل موكب الحب يجري دون فرملة، والراكبون يمرون الجهات السدى، يا ابن الملوح مالي لا أتيق هوى ثم الفعاد، لهيب الشوك ما همدا، اللهف يحصرني والنعي يتلفني، هل هكذا؟ اللهف يحصرني والنعي يتلفني، هل هكذا حال سرع الحب والشهداء، حبيبة جذبتني بابتسامتها، كم مرة أفقدتني الوعي والرشدا، حبيبة جذبتني بابتسامتها، كم مرة أفقدتني الوعي والرشدا، هيفاء زنجية أصداء ضحكتها، تنسي الفقير أساه كلما نقدا، تخالها ملكا من فرط إفتها، لم ينج من سحره قلب ولم يجدا، تخالها ملكا من فرط إفتها، تروي القلوب حنينا يبعد الحرادا، هي الجمال الذي الغيداء تعمله، لم ينج من سحره قلب ولم يجدا، إني على الشارع الأشاق تحملني سيارة الوشد أنهى الغبط قد بعدا، إني على الشارع الأشاق تحملني سيارة الوشد أنهى الغبط قد بعدا، قد قيل إن الهوى حلوى مذاقته لما المرارة هب لم أجد رغبا، يا كعبة الحسن أنفاسي تتوف بها في الود فلتعلمي لا أعرف الأوادا، قول المحبة فالأفعال تثبته، تفحصي رجلا لا يعلم الفندا، سأملأ الكون أشعارا مغردة
تعانق الروح والوجدان والخلد رباه رباه فلتجعل السمراء من قدري ما زال يرمو إليها الطرف معتمدا.